مسهم بالخير وربحهم كسرت عني طول ذنب الجربوع اللي يقولونها ثم قمت دوب جينا من عند البل يا جماعة قبل شوي ثم لا تنشتون أنا إلا رحت في رحلات هذه يصيبني بلا مرقد يا ولد بعضهم إلا انسد على المخدة خلاص ما يكمل معك سافة غير أنا ما مستحيل أدرمح عيوني فاشمة وتلفت وحكت فليشر وحك وانقلب على الجنوب كلها ما يجيني نوم بسرعة واقوم آخر شيء أراقبهم أنا لان يقومون واقوم مرقد بعضهم يا أخوي الله لو تشترى النومة هذه بالفلوس اللي لاشتريها عشان أرقد على طول هالحين خدت لي على المغرب غطة ثم قمت يلا خلونا نروح نشوف المخيم وليلة شتا ترقد ولا ما ترقد يفتر الجنوب اللي يقولون اخص اخص حركات قهم قنطرة الله يمسيكم بالخير وشلونكم طيبين صلوا على النبي وش العلوم وش الاخبار رجعنا من عند البل الطرف في المركز الليلة رقدنا اللي لاحق الصرف اللي ها مكدودة اليومين اللي راحت لنا انها لان قال امين تعرفون بهذا لازم اني اشتغل كل حاجة ولا يضيعون يدجون ماش علومهم ما هي بلي يا طيب شباب الجند التالي هذا الله يصلحه بس الله يصلحه والامور زينة الليلة في المركز ها بعد شبعنا نوم رجعنا لكم والله النحلي بلبل انه موجعني في بطن اوجعني مدري تسمينه على الاعلاف مدري من الطحرة اللي انسى منهم انا يوم يتخدمون بيسووا كذا نبا كذا نبا يحسبونها عيش بارد بسجل لكم ابيات والشاليه اللي جنبنا مولعين شيله طلعوني من جو الابيات تكفى قصر يابا معنا انا منهم نبا نسجل يقول ما هو بخوف انا من الشوق جضيت ودموع عيني فوق خدي ذرايف وريت ما فيه من الشوق وريت أشوف لكن تقل ماني بشايف أشوف في روحي حنين وتناهيت على حبيب الروح سيدل ولايف أخطيت في حقه وفي حقي أخطيت وأشي بعيني ما تفيد الحسايف شكرا أنك طفيت الشيء هذه من الأبيات القديمة كذا طريتا علي اليوم والله ما أدري إيش جابها بس تحملوني لان الايام هذه تعبان نفسي العرض اللي انا جايبه لك من صبوي كان البوكس هذا ب 170 ريال واليوم عليه عرض عندهم ب 119 ريال في الفروع لا تفوت مره ولا تشاور ما جاك عند اخوك تعال شوف التفاصيل بس تعال شين على كيف كيفكم هذا طبعا بوكس المناسبات كومبو ما في مجال ان نصور الشباب ما شاء الله شغالين همتارو سي سي شايف شغل وشي رائع جدا خصوصا في وقت الشتاء مع جمعات العائلية هذا البوكس اللي يطوفونه يا ابو حشر انت تتكلم عن مطعم عمره بعمر رجال معمر في الدنيا صادق. عمرهم اكثر من 70 سنة عندهم اكثر من 200 فرع في المملكة بس تخيل يا سلام يا ابو حشر انت اذا بتتكلم عن التفاصيل انسى الواحد يجرب يعني هذا انا زبون عندهم من يوم اني صغير اذا بتتكلم عن الخبز شوف قطنة على سبيل المثال قطنة سبعة أنواع خبز موجودة عندهم تنوع عندهم في كل شيء وأزيدك من الشعر بيت الأصناف عد وغلط عندهم 16 قطعة هذا اللي يخليه فعلا للجمعات كل صف في أربع قطع بس الشباب غلقوها كل صف في أربع قطع اختار الصنف اللي يعجبك تبي مثلا صف جبن حلوم تبي صف دجاج مشوي تبي صف لحم ستيك اختار على تبي تكة التكة عندهم لذيذة اللي يحب السبايسي أما إذا جينا نتكلم عن البطاطس يا أبو حشر ترى البطاطس هذا مشوي ما هو مقلي شوف حتى سلب البطاطس قشرته ما شلوها مع تتبيله ياخذ العقل يا سلام يجيك 16 قطعه زائد ثلاث صوصات زائد بوكسين صغار من البطاطس اللي تاخذ العقل زائد بوكسين صغار من قطع الدجاج المشويه مو مقليه تشيكن زائد اربع كوكيز زائد بيبسي العائله يا سلام واستمتع انت واهلك وناسك الطيبين هذا طبعا في الفرع هذا في كل فروعهم اطلب في الفرع يجيهم قل ابغى
بوكس المناسبات كومبو 119 ريال. يا سلام، كان 170. والله فرق، فرق كبير جدا. يعني الحين مع فصل الشتاء ووقت الجمعات 170 119 تاخذ من الفرع، ما شاء الله تبارك. او عن طريق تطبيق تويو 129 ريال و5 ريال للتوصيل، 5 ريال بس تخيل، ولا شيء بلاش، وارتاح وريح. ما شاء الله تبارك الرحمن، عرضهم ولا غلطة، وسمعتوا التفاصيل، وعليكم بالعافية إن شاء الله. والله 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 شكلي شهي. هات هذه.